يسمح اختبار تنظير القولون لطبيبك باستعراض بطانة القولون والمستقيم من الداخل. يسمى القولون أيضاً الأمعاء الغليظة أو الأمعاء. في هذا الفيديو ستتعلم ما يمكن توقعه أثناء الاختبار وبعده. قبل إجراء تنظير القولون ستحتاج إلى إفراغ القولون تماماً وتنظيفه. يستغرق التحضير للاختبار 5 أيام. لمعرفة المزيد عن العملية شاهد الفيديو التالي في هذه السلسلة على mihaith.albert.ca/colonoscopy. في يوم موعدك تأكد من الوصول في الوقت المحدد واصطحاب بطاقة البرتا للرعاية الصحية Albert Health Care Card معك. توقع أن تظل في العيادة لمدة 1.5 ساعة إلى 3 ساعات. خطط مسبقاً ليصطحبك أحد الأشخاص إلى منزلك بعد الاختبار. لن تتمكن من القيادة بسبب دواء التخدير الذي تم إعطاؤه لك أثناء تنظير القولون. حتى إذا كنت لا تخطط لتلقي التخدير، فلا يزال يتعين عليك الترتيب حتى يصطحبك أحد الأشخاص في حال تغيير رأيك أثناء الاختبار. عند وصولك إلى العيادة، قم بتسجيل الوصول في مكتب الاستقبال. سيطلب منك اسم الشخص الذي سيصطحبك إلى المنزل ورقم هاتفه وتاريخك الطبي وما إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه أي شيء، وكذلك الأدوية والمكملات التي تتناولها. ستسأل أيضاً عن آخر مرة تناولت فيها الطعام والشراب. بمجرد نقلك إلى سريرك المخصص لك ستغير ملابسك وترتدي رداء المستشفى. سيقوم الممرض بفحص تنفسك وضغط دمك ودرجة حرارتك ومعدل ضربات قلبك. سيتم أولاً وضع خط وريدي في يدك أو ذراعك. الخط الوريدي هو أنبوب مرن صغير يتم إدخاله بإبرة في الوريد لإعطائك سوائل أو أدوية. قد تشعر بقرصة أو لدغة بسيطة لبضع ثوان عند إدخاله. عندما يحين دورك ستنقل إلى غرفة الإجراءات. سيرافقك ممرض أو ممرضان إلى جانب الطبيب من أجل الاختبار الخاص به. يتم عادة تقديم دواء التخدير في بداية الاختبار ليجعلك مرتاحاً ويساعدك على الاسترخاء. إذا اخترت تلقي التخدير فسيتم إعطاؤه لك من خلال الخط الوريدي لديك. سيشعرك دواء التخدير بالنعاس. ستظل قادراً على التنفس بمفردك، ومع ذلك سيضع الممرض أنبوب أكسجين صغيراً في أنفك. يبقى معظم الأشخاص على وعي بما يحدث، ولكنهم قد ينسون بعض تفاصيل الاختبار. يختار بعض الأشخاص إجراء الاختبار من دون تخدير. إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا كان التخدير مناسباً لك، فتحدث إلى الممرض أو الطبيب. يبدأ اختبار تنظير القولون بفحص المستقيم. سيقوم طبيبك وهو يرتدي قفازاً بإدخال أحد أصابع يديه بعد وضع مزلق عليه في المستقيم بلطف، وهذا للتحقق مما إذا كان أي شيء يبدو غير طبيعي. سيقوم طبيبك بعد ذلك بإدخال منظار القولون في المستقيم، وسيتم تحريكه ببطء بطول القولون. وفي طرف منظار القولون مصباح وكاميرا. يمكن لطبيبك رؤية الصور على شاشة والتقاط الصور أثناء تمريره عبر القولون. يحتوي منظار القولون على فتحات يمكن تمرير الماء والهواء والأدوات خلالها. لمساعدة طبيبك على الرؤية، سيتم ضخ الهواء داخل القولون للحفاظ على انتفاخه. وبسبب هذا، قد تشعر ببعض التقلصات أو الانتفاخ أو الضغط. في حالة وجود أي شيء غير طبيعي خلال الاختبار، يمكن إزالته بأداة صغيرة في منظار القولون. لا توجد مستقبلات للألم في الأمعاء، لذلك ليس من المفترض أن يؤلمك ذلك. عند أخذ عينة من السلائل أو الأنسجة، يتم إرسالها إلى المختبر لفحصها. يستغرق هذا الاختبار كاملاً مدة تتراوح بين 20 و45 دقيقة تقريباً. إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن ما سيحدث أثناء الاختبار، فتحدث إلى طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية.
يمكن إجراء تعديلات حتى تشعر بالارتياح والأمان أثناء إجراء تنظير القولون الخاص به. بعد إجراء تنظير القولون الخاص بك، ستنقل إلى منطقة إفاقة للراحة. إذا كنت قد تناولت دواءً مخدراً، فقد يستغرق الأمر من 30 إلى 60 دقيقة حتى بدء في الزوال التدريجي لهذه التأثيرات. خلال تعافيك، سيواصل الممرضون مراقبة تنفسك وضغط دمك ودرجة حرارتك ومعدل ضربات قلبك. سيتم حثك على إخراج الغازات للمساعدة في تخفيف أي ضغط ناتج عن الهواء في القولون. في حال أخذ عينة من الأنسجة، من الطبيعي أن ترى كمية بسيطة من الدم على ورق المرحاض عند دخول الحمام. قبل مغادرة العيادة، سنشاركك معلومات حول اختبارك ورعايتك المستقبلية. سيتعين على الشخص الذي سيرافقك إلى المنزل أن يأتي إلى العيادة ليصطحبك. لا مانع أيضاً من استقلال وسيلة مواصلات عامة غير أنك تحتاج إلى شخص يرافقك ضماناً لسلامة وصولك إلى منزلك. أي شخص يتلقى دواءً مخدراً يعد خاضعاً لتأثير هذا الدواء. لهذا السبب، هناك العديد من الأنشطة التي لا يمكنك ممارستها لمدة 8 ساعات على الأقل. لا تقد السيارة أو تشغل الآلات الثقيلة أو تشارك في أنشطة خطرة. تجنب شرب الكحول بجميع أنواعه. لا تتخذ أي قرارات مصيرية أو توقع على أي مستندات قانونية أو مالية. إذا كنت بحاجة إلى رعاية أطفال صغار، فاطلب من شخص بالغ آخر أن يقيم معك. إذا كنت مصاباً بانقطاع النفس النومي وتستخدم جهازاً لمساعدتك على التنفس أثناء النوم، فتأكد من ارتدائه حتى في أوقات القيلولة لمدة 24 ساعة الأولى بعد الاختبار. بعد الاختبار، يمكنك البدء في تناول الطعام والأدوية كالمعتاد ما لم يخبرك طبيبك أو مقدم الرعاية الصحية بخلاف ذلك. تأكد من أخذ قسط من الراحة وتجنب أي تمرين شق أو رفع الأحمال الثقيلة. يمكنك العودة إلى روتينك المعتاد في اليوم التالي للاختبار. على الرغم من ندرة حدوث مضاعفات، فإنها يمكن أن تحدث لمدة تصل إلى 4 أسابيع بعد إجراء تنظير القولون الخاص بك. احصل على المساعدة الطبية في حال إخراج الكثير من الدم من المستقيم، أو الشعور بالإغماء، أو الإصابة بالحمى، أو ألم البطن الذي لا يتحسن بعد إخراج الغازات. تأكد من إخبار فريق الرعاية الصحية بأنك خضعت لإجراء تنظير القولون. ولا ينصح أيضاً بالسفر في غضون 2 أسبوع من إجراء تنظير القولون. لا تتجاهل أبداً الأعراض الجديدة بما في ذلك وجود دم في البراز، أو تغير في عادات الأمعاء، أو ألم البطن، أو الفقدان غير المبرر للوزن. احرص على زيارة طبيبك لمعرفة السبب. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ehs.ca/kolinoscopy ومشاهدة مقاطع الفيديو الأخرى في هذه السلسلة.